أذهب الآن محملا بالاعتذارات لسعادة عمر الغول في رام الله، لأنني قاطعته. في الحقيقة المادة المصورة الحية هي التي قاطعتنا جميعا سيد عمر. سيد الكريم، كنت تتحدث بشأن أن نتنياهو لم يصعد إلا حينما أخذ الإذن مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من واشنطن، تفضل أكمل. لا، هو لديه خيار التصعيد موجود من الأساس منذ 7 أكتوبر، هو باتجاه عملية تصعيد الحرب، ولكن ذهابه وزيارته لواشنطن ولقاء الكونغرس والتصفيق المفتعل والتهريجي الذي حظي به والوقوف 53 مرة منحوا زخم إضافي لمواصلة الإبادة الجماعية وتصعيد أفق الحرب، لأن نتنياهو بالجرائم الأربع التي ارتكبها، في أولا في بيروت في الضاحية الجنوبية باغتيال فؤاد شكر الحاج محسن والمستشار الإيراني، فضلا عن المدنيين والأبرياء الذين قتلوا في عمل أو جرحوا، وأيضا عملية معسكر الحشد الشعبي بطائرة مسيرة والتي ذهب ضحيتها 7 شهداء وما يزيد على 10 جرحى، أيضا عملية اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنيه، وثم في اليوم الأربعاء بالأمس كانت عملية في العاصمة السورية دمشق، حيث استهدف موقع في حي السيدة زينب. هذا التوسيع لبكار الحرب هو نوع من الاستقواء وذهاب نحو البعيد في عملية التصعيد للحرب في الإقليم. هو يعتقد أنه أراد من ذلك كي وعي هذه القوى والتي توصف بمحور المقاومة بأن يد إسرائيل هي اليد العليا وهي الأقوى، مسنودة بالولايات المتحدة الأمريكية التي جيشت بوارجها وأتت ب 12 بارجة بالأمس إلى البحر الأحمر والبحر المتوسط، وبالتالي نتنياهو يريد التصعيد، وفي ذات الوقت هناك تناقضات وخلافات داخل الكابينيت وداخل المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة. هناك رأي يقول لا داعي لهذا التصعيد وضروري التركيز على إبرام صفقة التبادل ووقف الحرب في قطاع غزة والذهاب لاحقا إلى الجبهة الشمالية، لكن بنيامين نتنياهو الذي أراد أن يحقق أكثر من هدف، أولا تعميق الإبادة وتوسيع نطاقها في محافظة الجنوب الفلسطيني في قطاع غزة، فضلا عن استمرارها بأشكال وبوسائل وبأساليب مختلفة بدءا من العاصمة القدس مرورا بكل محافظات الشمال الفلسطينية، وأيضا فتح جبهات بيروت، لا سيما وأنه استهدف الضاحية الجنوبية مقر ومركز القرار لحزب الله، وأيضا استهدف شخصية قيادية أولى في مركز القرار العسكري لحزب الله، فضلا عن المدنيين الذين استهدفهم، وأيضا استهدف قائد فلسطيني كبير هو الشهيد إسماعيل هنيه، وبالتالي في استباحة لسيادة إيران واستباحة للأمن الإيراني وحتى للعلاقات السياسية والدبلوماسية في العملية العسكرية التي قامت بها القوات الإسرائيلية. وبالضرورة الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم وكانت تقف مع إسرائيل، ليس فقط استخباراتياً وإنما استخباراتيا ولوجستيا وبكل المعايير، وهي شريكة أساسية فيما حصل. نعم أيضا سيدي. فيما جرى في المعسكر، في معسكر الحشد الشعبي وفي سوريا. من هون هذه تهدف إلى التصعيد، و
عدم حصر الحرب في نطاق الجنوب الفلسطيني وبالتالي فتح جبهة الشمال. لكن أنا أعتقد أن رغم تصريحات وخطاب اليوم السيد حسن نصر الله بأنه سيرد وسيرد بقسوة وردا على العملية التي طالت الحج فؤاد، إلا أن الرد سيكون كبيرا حسب قوله، ولكن أعتقد أن الرد الإيراني ورد حزب الله سيكون في إطار توسيع نطاق قواعد الاشتباك بما يتجاوز ما كان عليه قواعد ما كانت عليه قواعد الاشتباك قبل يوم الثلاثاء. وصلت الفكرة سيد عمر، أشكرك جزيل الشكر. سعادة عمر الغول عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي شرفنا من رام الله.